يا شيخ وفقكم الله، فهمت من درس أن الحديث الضعيف والحسن لا يعتمد عليه في العقيدة. اي نعم. هل هذا الحكم يقال أيضا في الفقه وكذلك في السيرة؟ ما قلنا هذا في الفقه يا أخي، قلنا في العقيدة ما تبني عليه عقيدة. أما في الفقه فيحتج بالحديث الحسن والحديث الضعيف الذي له شواهد، ويحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، هذا ما تناولناه. نعم.